أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تحركات المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث بهدف إحياء عملية السلام. ضمن جولته لبحث إعادة إحياء مسار السلام في اليمن، التقى مارتن جريفيث بمسؤولين في دولة الكويت. جريفيث في تغريدة له قال أنه التقى رئيس الوزراء الكويتي خالد الصباح ومساعد وزير الخارجية أحمد الصباح، مشيرا إلى أن دولة الكويت أبدت استعدادها لاستضافة جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية. إلى ذلك أكد محمد عبد السلام رئيس وفد جماعة الحوثي في المفاوضات في تغريدة له أنه بحث مع جريفيث آخر المستجدات السياسية وبحث آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: أسباب عودة التحركات الأممية لإيجاد حل للصراع في اليمن، وفرص نجاح هذه التحركات والتي يتولاها المبعوث الأممي مارتن جريفيث. في محاولة جديدة لإحياء مسار السلام، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث من تحركاته الدولية بغية الحصول على تأييد لمقترحاته الجديدة المتعلقة بالسلام. آخر التحركات التي أجراها جريفيث كانت في الكويت، الذي استضاف جولة من مشاورات السلام اليمنية، وهناك التقى رئيس الحكومة الكويتية خالد الصباح الذي أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية. ويرى مراقبون أن قطار السلام في اليمن انطلق بصفة جدية بعد توقيع اتفاق الرياض، خاصة بعد زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى مسقط، والتي كان من أهم برامجها وفق مصادر متطابقة بحث سبل الوصول إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي لإنهاء الحرب. إلى ذلك أكد محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيا في المفاوضات في تغريدة له أنه عقد لقاء مع المبعوث الأممي جريفيث، ناقش معه خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية وبحث آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة. يرجع مراقبون التسارع في التحركات السعودية بغية الوصول إلى حل مع الميليشيا إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت أرامكو النفطية، والتي يرجح أنها قد تدفع السعودية للتنازل عن أهداف عاصفة الحزم التي أعلنتها قبل 5 سنوات وفي مقدمتها عودة الشرعية. أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، برأيك ما الهدف من هذه التحركات والزيارات التي يجريها جريفيث، وتحديدا لقاءاته بصانع القرار في دولة الكويت؟ مساء الخير أخ سامي، وتحية لكل المشاهدين. يعني لنقرأ الأمور في سياقها، ليس هناك من جديد حتى الآن. هناك حديث طبعا أن هناك اللقاءات سعودية حوثية، والكويت من البداية هي تعلم بأنها مستعدة لتستضيف توقيع الاتفاق، يعني ليست بعد تجربتها المريرة في المفاوضات التي استغرقت أكثر من 90 يوم، وكانت مفاوضات ظلت تدور في حلقة مفرغة، أعلنت بعدها بأنها بما معنى ليست مستعدة للمفاوضات يعني بدون نتيجة، ولكن في حال اتفقوا هي حتكون حاضرة بأنها تجري اللمسات الأخيرة على التوقيع على أي اتفاق جاهز. لكن يبدو الآن الحديث هذا الذي يدور حول المفاوضات السعودية الحوثية، هذه المفاوضات تأتي أيضا نتيجة سو عبد الناصر، هل يتوقع أن تكون الكويت تشهد مفاوضات قريبة من حيث التوقيت؟ الآن زيارة جريفيث إلى الكويت مع التحركات الأخيرة واللقاءات والتحركات العمانية ربما؟ يعني حتى الآن الواقع الموضوعي على الأرض لم يتغير، بمعنى أنه السعودية غيرت وجهت نظرها تجاه الحوثيين، ولا الحوثيين أيضا تغيروا، ولم يحدث أي شكل من أشكال التغيرات الميدانية. الأمور هي معلقة، لم ينهزم الحوثيين، لم ينتصروا، لم تنهزم السعودية، لم تنتصر. إضافة إلى أن العملية برمتها
ليست فقط طرفاها، الصراع في اليمن ليس فقط صراع حوثي سعودي، الصراع في اليمن لها أبعاد كثيرة، صراع يمني يمني أطرافه متعددة، وصراع خارجي، السعودية جزء، إيران جزء، الإمارات جزء، وغيرها من الأطراف التي دخلت في الحلبة. لهذا السبب الأمور فقط كان هناك يعني رغبة سعودية لكسب الوقت، لأن عليها ضغوط خاصة بعد هجمات أرامكو وعجزها عن الرد، عليها ضغوط خارجية وعليها ضغوط داخلية، وكأنها بتكسب الوقت، تحاول أن تكسب الوقت، لأنها الاتفاق. طيب أنقل هذه النقطة لضيفنا من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. أستاذ سلمان عسكر، أبدأ معك بهذه النقطة التي تحدث عليها أو حولها الأستاذ عبد الناصر مودعدا. هذه التحركات الأممية هي تهدف وتخدم الرغبة السعودية الحالية بكسر حالة الجمود وكسب الوقت لتخفيف الضغوط المفروضة عليها وحالة الانهزام ربما التي تعرضت لها بهجمات أرامكو وعدم تحقيق نصر حتى الآن. بداية أحييك عزيزي وأحيي ضيفك والشباب المشاهدين. بصراحة أنا لن أعلم ولا أعرف حتى اللحظة ما هي هذه التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي تمارس نفس الدور الذي بدأت به منذ اللحظات الأولى لتسليم العاصمة صنعاء للعصابات الحوثية الإيرانية. كما تعلم ويعلم الجميع وقد لا يعلم الكثير، ولكن هي معلومة معروفة لدى الكثير بأن عند سقوط العاصمة صنعاء في يد الحوثيين كان جمال بن عمر ليلتها يتعشى عند عبد الملك الحوثي في صنعاء. هذه أمور مؤكدة وواضحة وصريحة. بعد ذلك غادر إلى عمران المذهب إلى صنعاء. فلذا يجب أن نعلم ونؤكد للجميع بأن الأمم المتحدة دورها في اليمن هو دور شريك للإنقلابيين منذ اللحظات الأولى ولا يزال حتى هذه اللحظة. الأمم المتحدة تقوم بدور الدعم اللوجستي للحوثيين، تقوم أيضا بنقل مرضاهم ومصابين إلى الخارج عبر طائراتها، أيضا تحضر طائرة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء وهي تنقل المتفجرات والأسلحة والطائرات المسيرة والخبراء الإيرانيين والخبراء اللبنانيين من طيب حزب الله. ما تتحدث عنه عن خبايا دور الأمم المتحدة في المشهد اليمني، هل صناع القرار في المملكة العربية السعودية على دراية بذلك؟ وما تفسيرك لطبيعة تعاطيهم مع جهود الأمم المتحدة ودائما تصريحاتهم الإيجابية والتعاطي الإيجابي مع كل تحركات الأمم المتحدة من خلال جريفيث؟ المملكة العربية السعودية أو بمعنى أصح دول التحالف العربي تحترم القرارات والقوانين الدولية. الأمم المتحدة كمسمى يحترمها الجميع ويتمنى منها أن تقوم بالدور المناط إليها، ولكن ما تعمله في الخفاء مكشوف ومعروف ولا يحتاج إلى مواجهة. المملكة العربية السعودية ودول التحالف تقوم بدورها في اليمن واستعادة الشرعية، سواء كانت الأمم المتحدة موجودة أو كانت غائبة. الأمم المتحدة أريد منك يا سيدي أو من ضيفك أو من أي شخص يظهر معنا الآن عبر قناة القيس ويكشف لنا دور قدمتها الأمم المتحدة في اليمن. ماذا قدمت سواء على الجانب الإنساني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي؟ طيب أنقل هذه النقطة لضيفنا عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ عبد الناصر، إذا يرى الأستاذ سلمان عسكر أن طبيعة دور الأمم المتحدة اليوم هو تقديم الدعم اللوجستي لميليشيا الحوثي وأنها لا تقدم أي دعم ينهي حالة الحرب في اليمن ويسقط الانقلاب وفق المرجعية المقدمة من المجتمع الدولي الذي يفترض أنه راعي لعملية الحل السياسي. بالنسبة لك كيف يبدو أو تبدو طبيعة الأدوار من قبل الأمم المتحدة؟ يعني الأمم المتحدة نتفق مع الأخ سلمان بأنها دور سلبي. اليمن يعد الدور الأممي وتحديدا منذ البداية عندما كان بن عمر في اليمن ساهم بشكل مباشر
لأسباب لا نعرف أن يعني لا أعتقد بأنه بأنها كان يمثل رغبة للأمم المتحدة بقدر ما هو أيضا قناعات شخصية وربما توجه بعض الدول النافذة في داخل الأمم المتحدة. أتفق معه بأنه سقوط صنعاء تم وما يسمى اتفاق السلم والشراكة، وصاغه عبد الملك الحوثي مع بن عمر مع هادي، وكان بن عمر قبل للتصحيح فقط يعني هو أتى يومين قبل سقوط صنعاء وكان في صعدة في خلال تلك الفترة وشارك، وأنا أشرت إلى ذلك بأكثر من مقال وعن دوره المشبوه بأنه يعني حتى طالبت بأن يتم محاسبته ومعاقبته على الجريمة الكبيرة وهي جريمة سقوط صنعاء، لأنه بالفعل ساهم جمال بن عمر بسقوط صنعاء. أيضا الأمم المتحدة بشكل عام ودورها في أكثر من دولة من دول العالم يظل حتى الآن ليس هناك من تجربة ناجحة، هم يحاولوا إدارة الصراعات، يحاولوا إدارة الأزمات، لكن ليسوا مؤهلين موضوعيا ولا ذاتيا لحل الصراعات. وفي اليمن دورهم بالفعل يعني دور التقييم العام هو دور سلبي، لكن أنا لا أعتقد بأن الأمم المتحدة أو طائراتها تقوم بنقل المتفجرات وتقوم بنقل الخبراء الإيرانيين وغيرها، لأن هذا الأمر يعني عملية مكشوفة ستكون، والأمم المتحدة طائراتها هي تقلع من دول يعني معروفة، ومن الصعب أن تتم العملية بهذا الشكل. وهذا طبعا اتهام خطير للأمم المتحدة لو كان الأمر صحيح، يعني لن تسكت السعودية ولا الدول أيضا التي تدعم السعودية على اختراق بهذا الشكل. إنما في المجمل علينا أن ندرك بأن الأمم المتحدة ودورها لن يكون مفيد، ولا نركن بأن الأمم المتحدة ستجلب لنا السلام في اليمن أو حتى تخفف لنا من الآثار السيئة للحرب في اليمن. طيب أستاذ سلمان عسكر، هل هناك علاقة لزيارة جريفيث للكويت بالزيارة السابقة التي أجراها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان؟ قيل أن من أهداف هذه الزيارة إلى سلطنة عمان هو طلب سعودي بأن تكون هناك بداية مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع ميليشيا الحوثي، وأن المملكة اليوم أصبحت تعترف بالحوثي كقوة موجودة على الأرض. أبدا عزيزي، زيارة سمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى سلطنة عمان هي زيارة روتينية، علاقات قوية تربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وهي دولة من دول الخليج إضافة إلى أنها دولة مجاورة، يعني ليس هناك غرابة أن نشاهد مسؤول إماراتي في السعودية أو مسؤول سعودي في الإمارات، دولتان متجاورتان ضمن منظومة دول الخليج العربي. أن تكون هناك ما يسمى بمشاورات مع الحوثيين هذا الأمر غير وارد نهائيا في قاموس المملكة العربية السعودية. الحوثيين لا يزالون حصابات إرهابية إيرانية تمارس أدوار إجرامية في المحيط والمنطقة واليمن تحديدا، وهناك قائمة عدتها المملكة العربية السعودية وأعلنتها بأربعين إرهابي من هذه الحصابات، ولهم علاقات أيضا مع القاعدة من الوقت السابق. فلذا لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية كما يدعي البعض تلعب عدة أدوار مع الشرعية أو مع حزب الإصلاح أو مع الحوثيين أو مع المملكة العربية السعودية لا تزال لم يكن الملف اليمني مطروح في النقاشات التي كانت في سلطنة عمان بين خالد بن سلمان والمسؤولين العمانيين. ألو أستاذ سلمان تسمعني؟ نعم تفضل. الملف اليمني لم يكن حاضر ولم يتم النقاش فيه وفي تفاصيله في زيارة الأمير خالد بن سلمان لعمان؟ لا أبدا، الملف اليمني موجود في كل الزيارات، وأن كانت في سلطنة عمان أو في الكويت أو في أي دولة، الملف اليمني ملف يهم المملكة العربية السعودية واليمنيين والمجتمع العربي والدولي،
ولكن أن يكون هناك طلب للوساطة مع الحوثيين هذا الأمر. سأعود لك أستاذ سلمان، يبدو أن هناك إشكالية في التواصل. عدنا أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، فرص نجاح أو أن تحقق هذه التحركات شيء إيجابي وملموس قريبا، خصوصا أنها تتزامن ربما من حيث الوقت، ربما هناك تطور لافت. تصريح لروحاني من طهران يقول أثناء استقباله لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، يقول لا مانع من استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وننتظر أن تكون هناك مؤشرات على مستوى الأفعال لا الأقوال. يعني الأمر الأكيد بأن هناك وساطات تقوم بها عدة أطراف، منها عمان، ومنها أيضا ذكرت باكستان وغيرها من الأطراف التي تقوم بدور الوساطة بين إيران وبين السعودية وبين دول أخرى. أيضا الملف اليمني هناك أحاديث، طبعا ليس هناك شيء رسمي، لكن هناك أحاديث عن لقاءات سعودية تمت وتتم بين الحوثيين في مسقط، وفي بعضها قيل في السعودية نفسها، وقيل أيضا في العاصمة الأردنية عمان، لكن كما ذكرت ليس هناك من شيء رسمي. إنما أيضا هناك تفاهمات على وقف إطلاق نار جزئي، الحوثيون يمتنعون عن إرسال الطائرات المسيرة والصواريخ إلى الأراضي السعودية، في المقابل تتوقف الضربات الجوية على العاصمة صنعاء وعلى بعض المحافظات القريبة منها. يعني هذا الأمر في الواقع على الأرض موجود، يعني لم نشاهد منذ نهاية سبتمبر حتى الآن أي هجمات حوثية داخل السعودية، ولا أيضا ضربات جوية على العاصمة صنعاء. فهذه الأمور يعني كل القرائن نقول تؤكدها بوجود مفاوضات، بوجود تفاهمات. لكن الشيء المهم أن لا نبالغ بالتوقعات بأن هناك سيحدث اختراق كبير، لأنه كما ذكرت لك السعودية لم تنهزم كما أنها لم تنتصر في هذه الحرب، لهذا ليست مستعدة لأن تذهب إلى أن تحقق للحوثيين ما يريدوه. الحوثيون أيضا لم ينتصروا ولم ينهزموا، لكنهم مطالبهم بشكل واضح يريدوا فك الحصار ويريدوا توقف الحرب الجوية عليهم، وهذا الأمر لا أعتقد بأن السعودية على الأقل في الوقت الحالي مستعدة أن تقدم لهم هذا المطلب، أن تحقق لهم هذا المطلب. أعتقد وكأن السعودية تحاول أن تخفف الضغوط عليها، ربما هناك تكتيكات سعودية، رغبة سعودية بأن تقوي دفاعاتها الجوية إلى الدرجة التي تستطيع من خلالها منع وإسقاط الطائرات المسيرة أو الصواريخ، وبالتالي تتخلص من هذه المشكلة التي أزعجتها في خلال السنة الماضية، هذه السنة يعني خلال أكثر من سنتين تقريبا. وفيما الحوثيون أيضا يريدوا أن يقوموا موقعهم، يستغلوا حالة الهدوء بأن يطوروا أسلحتهم وأن يطوروا قدراتهم العسكرية، وفي نفس الوقت قدراتهم يعني يزيدوا من سيطرتهم على المناطق التي يسيطرون عليها. طيب أنقل نقطة لأستاذ سلمان عسكر. أستاذ عبد الناصر، هل ما يتم نقله على لسان المسؤولين السعوديين أستاذ سلمان هي فقط من رسائل إيجابية، هي فقط تكتيكات من قبل المملكة العربية السعودية كما يقول أستاذ عبد الناصر حتى تتخلص من حالة الإزعاج التي والإحراج التي أدت إليها الميليشيا باستهدافها للمنشآت السعودية وتحديدا أرامكو؟ أنا يعني ما أتفق مع الأخ عبد الناصر، يبدو قد هناك عدم متابعة لما حدث الأسبوع قبل الماضي، يعني كانت هناك ضربة جوية للتحالف العربي على أحد المواقع في صنعاء، وكان هناك يدات كبيرة بين هؤلاء، وهو الأمر الذي أستدعى الحوثيين أن يقربوا من مقيتهم وهم يذهبون إلى صنعاء.
وقدموا وعرضوا عليها الطلب بنقل مصابين من كيادات كبيرة في الحوثيين إلى خارج الجبهة للعلاج. التحالف العربي لا زال يخلق الحوثيين ولا زال يقوم بواجبه ودوره في حصار الحوثيين في مواقع سيطرتهم. لا زالت هناك غارات جوية متتالية. ليس هناك أي من طلب الهدنة هم الحوثيين. ناطق الحوثيين هو الذي عرض التلفزيون قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأنهم سيتوقفون عن قصف المملكة العربية السعودية. كما أشير إلى نقطة عامة جدا، لأن هناك بعض التلميحات لأن هذا الطيران المسير أو الصواريخ الحوثية سببت قلقا للمملكة العربية السعودية. هذه الكمية من الصواريخ التي تجاوزت 240 صاروخ وأكثر من 50 أو إلى 70 طائرة مسيرة لم تسبب أي ضرر للمملكة العربية السعودية. تم صدها والدفاع الجوي السعودي نجح في إسقاط هذه الطيارات المسيرة، فلذا ليس هناك يعني مخاوف أو تراجع أو قلق لا لدى المملكة العربية السعودية أو لدى التحالف العربي من مواصلة تحرير اليمن من هذه العصابات الحوثية الإيرانية. أيضا أريد أن أوضح أيضا تعليقا عن الأخ الزميل عبد الناصر، الحوثيين هم من يريد الهدنة لتقوية موقفهم، كما نلاحظ أو نعلم أو تؤكد لنا المصادر المعلومات لديهم هروب من الجبهات، قيادات حوثية كبيرة عربت وانضمت إلى الشرعية، وهذا ما لم يشير إليه الإعلام مع الأسف. أيضا هناك حالات قلق وتراجع وتقدم للشرعية في مواقع سواء كانت إيمان أو في صعدة. أيضا الحصار الذي يلاحظونه الآن في الحديدة، الحوثيين الآن يشعرون بالخناق ويطلبون من المبعوث الأممي فرض هدنة بين كافة الأطراف من أجل تقوية موقفهم. لذا لابد أن ندرك جميعا وأن نؤكد الجميع بأن الحوثيين الآن يعيشون في أسوأ مراحلهم. أيضا لم يتوفر لديهم الأسلحة التي كانت لديهم في السابق، الكميات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت تتواجد في صنعاء وفي صعدة الآن باتت كمية قليلة معهم، ولا يريدون أن يغامروا بها دفعة واحدة. أشكرك. هذه الحقيقة التي نريد أن نوصلها منهم إن شاء الله. أشكرك جزيلا سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي. أختم معك أستاذ عبد الناصر مدة. لجنة الإنقاذ الدولية في رئاسة هذه اللجنة وزير الخارجية البريطاني السابق ميلبند يقول هناك تحذر هذه اللجنة من الفشل في استغلال فرص السلام السانحة والممكنة الآن في اليمن. برأيك ما هي هذه الفرص؟ ليس هناك من فرص حقيقية كما ذكرت، هو فقط هناك حالة هدنة غير معلنة، وهناك ضغط دولي على السعودية لأن توقف الحرب بأي شكل من الأشكال، وهناك رغبة أيضا سعودية بأن تكون هذه السنة التي ستصبح السعودية خلالها رئيسة قمة العشرين أن تكون حدودها الجنوبية هادئة، أن تكون مدنها أيضا ليست عرضة للصواريخ والطائرات المسيرة. لهذه الأسباب السعودية كأنها تريد أن تهدئ الجبهات مع الحوثيين، لكن هذه الأمور لا تأتي ضمن استراتيجية واضحة المعالم، لأنه في نفس الوقت السعودية تعزز من تواجدها في المناطق الجنوبية، وكأنها أيضا وهناك أيضا المشروع الانفصالي يترسخ على الأرض تحت سمع وبصر السعودية، وهذا الأمر يعني بأن الأمور تذهب نحو التعقيد، نحو المزيد من المشاكل، لا تذهب نحو الحلول الفعلية للمسألة اليمنية. كانت هذه الحلول عن طريق القوة العسكرية أو الحلول السياسية. لهذا الوضع هو يزداد تعقيدا. السعودية يبدو أنها ليس لديها استراتيجية واضحة، وليس لديها القدرة على أن تنفذ، حتى لو لديها استراتيجية ليس لديها القدرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة وأنها عمليا أصبحت وحيدة في اليمن بعد أن سحبت الإمارات. أعلنت بشكل شبه صريح بأنها لن تحارب الحوثيين، ومعنى ذلك أن التحالف ما يسمى التحالف العربي انتهى، وأصبحت فقط السعودية وحدها في الميدان.
وهذا أيضا مؤشر على ضعف وليس على قوة. أيضا لا أتفق مع ما ذكره الأخ سلمان بأن الحوثيون في أسوأ بأن الحوثيين في أسوأ حالتهم. لا، الحوثيون في الوقت الحالي يبدو هم في أوج قوتهم، أصبحوا مطمئنين بأن الهجمات الكبيرة لن تحدث عليهم، خاصة بعد أن تم إيقاف معركة الحديدة قبل عام تقريبا. وجميع المعارك التي تدور منذ ذلك الحين هي معارك صغيرة في مناطق الحدود أو مناطق هامشية، وجزء منها كان الحوثيون هم المبادرون في هذه المعارك، بمعنى أنهم كسبوا المزيد من الأراضي ولم يخسروا. لهذا الحرب بصيغتها السابقة عملياً انتهت، بمعنى أنه لم يعد من الممكن توقع حرب كبيرة أو هجمات كبيرة على مناطق استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون. لهذا السبب السعودية هي في مأزق، لا هي قادرة تتحرك للأمام بأفق واضح، ولا هي قادرة أيضا تتراجع للخلف وتقبل بهزيمة مذلة أمام الحوثيين وأمام إيران، لأن هذا الأمر أيضا الحرب في اليمن ليست حرب رفاهية بالنسبة للسعودية، ليست حرب بعيدة عن أراضيها، يعني لا تشبه السعودية الإمارات. الإمارات قد تنسحب تماما من اليمن في حال شعرت بأن هناك عبء وهناك كلفة، لكن السعودية لا تستطيع أن تعمل ذلك، لأن اليمن والحرب في اليمن مرتبطة بمصلحتها بأمنها القومي بوجودها، وخاصة بعد أن أثبتت هذه الحرب أنها تهديد لعمق السعودية. لم يقتصر التهديد على مناطق الحدود، ولكن وصل إلى القلاع الحصينة للسعودية، كان بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني حتى لو على سبيل المثال الهجمات التي تمت على أرامكو تمت من إيران كما تشير كل الدلائل، لكن وجود الحوثيين الذين ادعوا المسؤولية يشير إلى خطورتهم. يعني حتى فقط لو أنهم فقط يدعون بأنهم المسؤولين عن أعمال داخل السعودية، هذا يشير إلى خطورتهم. لهذا السبب أعود كما ذكرت منذ البداية أنه ليس هناك من توقع لحدث كبير، والأمم المتحدة وتحركات المبعوث، وخاصة هذا المبعوث يشتغل شغل علاقات عامة وإعلام وتهريج. لاحظنا تصريحاته الكثيرة والتي كان يتحدث فيها وبشكل قاطع بأنه سيحدث كذا وسيحدث كذا، وأن الأمور تتحرك وفق جدول زمني معين، ولكن اتضح أنها كلها أكاذيب وأوهام وتضليل. اعتمد منذ البداية على خلق هذه الانطباعات الغير صحيحة، ولا زال يمارس نفس الدور، والعالم أيضا يريد منها أن يظل يمارس هذا الدور، لأنه يعطي انطباع بأن هناك حركة وتوجه للأمام، بينما الأمور هي إما راكدة أو أنها تتراجع للخلف. أشكرك جزيلا عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن، وأيضا الشكر موصول لسلمان عسكر الكاتب والمحلل السياسي السعودي كان معنا من الرياض. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم عبد الرقيب الأبارة في مانجا.